قصة الداعية المدرن. ارتسمت ابتسامة عريضة ومشرقة على شفتي محمود وهو ينظر في انبهار إلى الشيخ مقدم البرنامج الجالس خلف المنصة العالية في هذا المؤتمر الجماهيري، وراح يصفق بقوة مع الجموع قائلا إلى صديقه أحمد: أنصت إلى كلمات هذا الرجل، إنه فلتة من فلتات الزمن. ألم أقل لك إنه فيلسوف فاضل جليل؟ سوف تعجب به. قال أحمد متعجبا: هل أنت جاد يا محمود؟ هذا المهرج هو العالم الجليل الذي كنت تحدثني عنه منذ أسبوع كامل؟ إنه ليس أكثر من ممثل على خشبة المسرح، يتندر ويتحدث بطرافة حول كل شيء، ولا يتحدث بالدليل الشرعي، ويستشهد بقصص اجتماعية معاصرة لجذب جمهوره. قال محمود: نسيت أنك لا تحب الاستماع إلا إلى هؤلاء المشايخ الذين لا يتحدثون إلا بالأدلة واللغة العربية الفصحى، والذين في الحقيقة لا أفهم منهم شيئا. أما هذا الرجل فلأنه بسيط ويحسن الحديث ومخاطبة الجمهور وحل مشكلاتهم، فأنت تنتقده. توقف الجميع عن التصفيق بعد إشارة من مقدم البرنامج الذي بدأ من جديد يسترسل في موعظته مازحا يتحدث عن موقف حدث له منذ سنوات. وعندها قال أحمد: هذا الحديث كله لا يروق لي، ولا أستطيع حتى فهم ما يرمي إليه هذا الرجل. إنه يمزح فقط ويتندر بالكلام ولا يعطي معلومة واحدة حقيقية. فهل هذه هي البساطة التي تريدها يا محمود؟ وهل هذه هي الموعظة الحسنة التي تعتمد عليها؟ أنا سأخرج من هنا. وبالفعل دون أن ينتظر أي إجابة من محمود، نهض أحمد من مكانه مستأذنا الرجل الجالس إلى اليسار أن يجعله يمر، ولم يستطع محمود أن يفعل شيئا إلا أن قام متبعا صديقه. ونتيجة للزحام الشديد في هذا المؤتمر وجلوس الصديقين في منتصف الصفوف، حدث الكثير من اللغط بطريقة كانت ملفتة للجميع، مما دفع مقدم البرنامج الجالس خلف المنصة إلى أن يقول في مكبر الصوت مازحا: هذا ما كنا نتحدث عنه هنا، ما إن جاءت الساعة 9 إلا وبدأ الرجال ينسحبون إلى بيوتهم حتى لا يتأخروا عن مواعيد حكومة البيت الصارمة. وانطلقت القاعة في ضحك عال، وشعر محمود وأحمد بالإحراج الشديد، إلا أن أحمد قد استكمل طريقه حتى وصل إلى الممر الخاص بالقاعة والتفت ناحية مقدم البرنامج وقال: بل لن نضيع وقتا أكثر من هذا في هذه المسرحية الكوميدية. وهم أن ينصرف من الفور بعد تلك الجملة، إلا أن مقدم البرنامج استوقفه وقال في جدية: توقف هنا يا أستاذ ولا تهرب، عن أي مسرحية تتحدث؟ توقف أحمد واستدار ناحية مقدم البرنامج وقال في تحد واضح: هذه المسرحية الهزلية التي بدأت منذ صعودك إلى المنصة، متحدثا عن تجاربك السابقة ونوادر وطرائف حياتك وعلاقتك بجيرانك ومدير مدرسة ابنك وكل تلك المواقف الكوميدية التي سردتها، مستعرضا فيها ذكاءك في الرد وروحك المرحة وخفة ظلك. ولكن أنا عن نفسي قد أتيت إلى هنا معتقدا أن حضرتك سوف تتحدث عن إجراءات عملية حقيقية وفوائد حقيقية تفيدني في حياتي، لا أن أستمع إلى مغامرات حياتك. رد الشيخ مقدم البرنامج في تعجب: هذا مثال آخر عما كنا نتحدث عنه منذ قليل. الرجل يسمع الكلام ولا يعي منه شيئا، ولا يدرك المقصود من الكلام ولا الأمثلة التي نستعرضها في الحديث. رد محمود محاولا تدارك الموقف والخروج منه: نعتذر يا عالمنا الجليل، ولكن صديقي لديه موعد هام، وهو في الحقيقة من النوع الجاد،
الذي لا يحب التجديد في الخطاب الديني و... قاطع أحمد كلام صديقه وقال: بل أنا أرفض رفضاً قاطعاً هذا الأسلوب في التعامل وهذه الطريقة في طرح المعلومات. فها أنت يا من كنت تزعم قبل قليل أنك لا تجرح الآخرين وأنك تنصح الشباب بالتلطف مع الآخرين، ها أنت أثبتت للجمهور أنك تخالف ما تقوله بازدرائك لي عندما خالفتك وخالفت وجهة نظرك وأخذت بالسخرية. فهل هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف؟ ثم إن تجديد الخطاب الديني وهذا الدرس الذي لا يندرج حتى تحت مسمى مجلس علم على الإطلاق، هل هو مجرد مجلس أنس أو فضفضة؟ أنت لم تذكر حديثاً واحداً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تستدل بآية واحدة، بل لم تجعل الوحي مدار حديثك وأساسه، إنما جعلت الجمهور يركز على مواقفك الحياتية للاعتبار منها. قل لي يا حضرة الأستاذ، ما هي صفتك الشرعية التي تتحدث من منطلقها؟ ولماذا يقولون عن حضرتك عالمنا الجليل؟ صدرت من الناس همهمات وأصوات غاضبة مستنكرة، وكاد الناس أن يفتكوا بأحمد لأنه تجرأ بالقول وتحدث بهذا الأسلوب مع عالمهم، إلا أن الشيخ قال للجميع: لا داعي لهذا الغضب يا أحبابي، هذا مجرد رجل واحد جاهل لا يعلم من أنا، وسوف أعرفه بنفسي وسوف ينصرف إلى حال سبيله. أنا والعياذ بالله من قول الأنا الشيخ كامل الشربيني، صاحب قناتي الدعوة الجديدة، وعندي 4 ملايين متابع على اليوتيوب، ولدي أكثر منهم على منصة الفيسبوك ولا فخر، وعندي قناة على التيك توك للمقاطع القصيرة عليها أكثر من 10 ملايين متابع ولا فخر، وأنا ضيف دائم على بعض القنوات التلفازية، وقد ظهرت في العديد من القنوات الحوارية والمنصات العالمية، ولي إسهامات كبيرة في مجال الدعوة. قاطع أحمد الشيخ بأن رفع يده في إشارة واضحة ذات معنى، فأجبرت الشيخ على التوقف، بينما علت الهمهمة وأصوات الغضب من الجمهور من ذلك التصرف الوقح منه، بينما لم يبالي أحمد بكل هذا وقال: شيخي الداعية العزيز، أرجوك لا تطل في كل هذا الكلام غير المجدي، لقد سألتك عن علمك الشرعي، من هم شيوخك وعمن تلقيت العلم وفي أي جامعة تخرجت وما هي أكبر درجة علمية حصلت عليها وما هو تخصصك تحديدا؟ رد محمود مجيبا على أحمد وقال وهو يضغط على كتفه: الجميع هنا يعلم مقام ومقدار الشيخ كامل يا أحمد، أرجوك لا تطل في سفسفاتك تلك، وهيا بنا كفانا إحراج. قال أحد الأشخاص بين الجمهور بصوت عال: أخرجوا هذا الجاهل من مجلسنا، لا نريده بيننا. قال ثان: لابد أنه مدسوس ليخلط الوسط بيننا ويشوه سمعة شيخنا. قال ثالث: ما أرحمك يا شيخنا، وما شد صبرك على هذا المدعي الجاهل. قال رابع وخامس وسادس، واختلط الحديث، فقال أحمد بصوت عال: ما الغريب فيما أقول؟ ولماذا تخافون من الإجابة عن سؤالي؟ هل الدين يؤخذ بالمزاح واللغو وقصص السخرية والضحك؟ منذ متى والعلم يؤخذ من خلال الشهرة على اليوتيوب والتيك توك؟ نحن نتحدث عن علم شرعي وجنة أو نار وثواب وعقاب، وهذا الرجل يخلط الجد بالهزل ويمزح في أمور الدنيا ويتحدث باسم العلم والعلماء، وأنا أسأل سؤالاً واحداً مشروعاً: من هو ذلك الرجل حتى يتحدث وتقولون عنه شيخاً أو عالماً؟ ما هو العلم الشرعي الذي يمتلكه؟ أنا أريد معرفة الشهادة التي يحملها ذلك الشيخ ومعرفة تخصصه، ما الغريب فيما أقول؟ قال الشيخ في مكبرات الصوت:
لقد تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وقد فتح الله علي ومنحني من لدنه علما، وتلك أمور وفتوحات لا يقدر عليها إلا... صرخ أحمد قائلا للناس مقاطعا استرسال الشيخ: ها قد قالها بنفسه، فتوح من الله وعلم من لدنه، وهذا تدليس من هذا الشيخ على الله وعليكم يا سادة. وأقول قولي والأمر لله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، واللكع هو الأحمق اللئيم. لم يتمالك محمود نفسه من الغضب، وسدد لكمة إلى وجه أحمد، فانتفض جسد أحمد وارتج وسقط على الأرض، ولكن محموداً أخذه من تلابيبه ورفعه وقال: لقد تماديت كثيراً يا رجل، وأنا لن أسمح لك بالمزيد من الغلط في حق عالمنا الجليل. ومن الفور راح محمود يسدد اللكمات ويسحب أحمد خارج القاعة، بينما تعالى صوت الجمهور مؤيدين محموداً ومشجعين له. وبعد لحظات كان محمود وأحمد خارج القاعة، بينما يقول الشيخ في المكبرات: لا داعي لإضاعة مزيد من الوقت يا رجال، هيا اجلسوا ولا تنشغلوا بهذا التشدد، سوف نستكمل كلامنا عن طريقة التعامل مع الزوجة النكدية التي تغار على زوجها وترتدي دائما وجه الخشب في المنزل. وفي الخارج كان أحمد يشتعل غضبا من محمود الذي تنحى به جاربا وراح يقول: ماذا بك يا رجل؟ ألا تعلم خطورة ما فعلت؟ الحمد لله أننا خرجنا من القاعة سالمين. وقف أحمد يتحسس وجهه وهو يقول في سخرية: سالمين؟ أنت ضربتني يا محمود، هل جننت؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل هذا الرجل المخبول؟ رد محمود وهو يحتضن أحمد ويقول: لا تؤاخذني يا صديقي، والله لو أني لم أفعل أنا ذلك لكان كل من في القاعة انهال علينا ضربا، ولن تجد من يستطيع أن يخرجنا من القاعة. أرجوك سامحني، وبصراحة لقد أعجبني كلامك جدا وقد اقتنعت به. قال أحمد: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ألم تكن تلك نصيحتك ومشورتك؟ قال محمود: أعتذر والله ومتأسف للغاية، والله لم أكن أعلم أنه بلا علم ولا دين، وأنه مجرد ممثل مسرحي. لديك كل الحق، والحق علينا نحن إن لم نرجع ونراجع أنفسنا وطريقتنا في تحديد علمائنا من جهالنا. قال أحمد: على الناس مسؤولية كبيرة فيما يحدث من رفعة أمثال هذا الشيخ ومقدمي البرامج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال محمود: تعال لتذهب معي، سأذهب بك إلى شيخ آخر أعرفه وكلامه جميل جدا. رد أحمد قائلا: لا يا حبيبي، تكفيني اللكمات التي حصلت عليها منك اليوم، ولست بحاجة إلى لكمات جديدة. ثم ضحك أحمد ومحمود وهما عائدان إلى مسكنيهما. اللهم اجعل لي نورا. عجيب كيف تعظيم لقوم بأمر عقيدة متزعزعين، بهم خلل جسيم ليس يخفى كجاحظهم وأيضا كابن سينا، فحمق الناس جد موقرين بأزمان الأناس الجاهلين، وحمق الناس أسعدهم وهم
قسما من الجمع الغفير يؤيدونا أقومي هدموا أصنام جهل تعيق بعلمهم من يدرسونا اللهم اجعل لي نورا نورا. جاء في صحيح الجامع بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، واللكع هو الأحمق اللئيم. عزيزي المشاهد، عزيزي المشاهد، أنت تحب الخير لك ولأصدقائك أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك، وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق. جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له، ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع، واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع، فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى. موقع لينور الإلكتروني www.linur.com. اللهم اجعلنا